واو، الكثير من الحلويات. هذا ما نحتاجه. انتظر يا زاك، قريبا كل الشوكولاتة ستكون لنا. هيا لوسي، عليك أن تفعليها. نجحنا، انتزعناهم بسرعة. كم عدد الحلويات هنا؟ نحن بحاجة إلى حمل المزيد. لا تقلق، يمكننا بالتأكيد أخذهم. أوه، تم إطلاق الإنذار. لنختبئ. زاك، افسح لي المجال. من لدينا هنا؟ المقاومة غير مجدية، لقد تم القبض عليك. انزعي هاني، لا أريد أن أذهب إلى السجن. وداعا لوسي، من الجيد أن لدي على الأقل بعض الحلويات. هيا هيا بسرعة إلى الزنزانة، هذا هو بيتك الآن. خذي راحتك ولا تحاولي الهروب، أنا أشاهدك. أنا متأكدة من أن زاك سيساعدني. على أي حال سأبهج نفسي بالشوكولاتة. في سجننا لا يسمح للنزلاء بتناول الشوكولاتة. ليس هذا. حان الوقت للعمل على دقتي. من الجيد أن يكون لدي هدف جديد. أنا فقط محترفة، لقد أصبت الهدف. أوه، رأسي. ما كان يجب أن تأتي أمامي؟ آسف، أردت فقط التنظيف. حسناً فليكن. هيا لا تزعجني بعد الآن، أنا أتدرب. أين زاك؟ أريد حلويات. لوسي مرحباً، هل تعرفينني؟ اقتربي أكثر حتى لا يسمعنا أحد. إنه أنا زاك. هل هذا أفضل بدون شارب؟ مرحباً، لقد كنت في انتظارك. ما هذا؟ لا تعرفي؟ ألقي نظرة فاحصة، إنها علكة. ليس لديك فكرة كم هي لذيذة، يجب عليك بالتأكيد تجربتها. بكل سرور، كم ورائع أنك أتيت. في البداية اعتقدت أنها ممسحة. واو، لذيذة حقا. أنا سعيد من أجلك، من اللطيف مشاهدتك. وأنا أيضا سعيدة جدا برؤيتك. انظر إلى الفقاعات التي يمكنني نفخها. لوسي، من الأفضل ألا تفعلي ذلك. لا يجب أن نلفت الانتباه إلى أنفسنا، توقفي من فضلك. هل هذا انفجار؟ لا يمكن، ربما بدا لي. دعونا نكمل. لوسي، لا يمكنك المخاطرة. آه، يبدو أننا محظوظين هذه المرة. بالمناسبة لدي شيء آخر لك. دلو من القذارة، هل تمزح معي يا زاك؟ أيتها السخيفة، إنها كوكا كولا. خذي، لدي أنبوب أيضا. أحبك يا زاك، أنت رفيق رائع لذيذ. كنت أعلم أنك سوف تقدري ذلك. أوه لا، أنا أتجشأ من الغاز. ماذا تفعلين يا سوزي؟ سوف يسمعوننا الآن. بالتأكيد لما كنت أتخيل، هناك دخيل في السجن. حسناً، انتظر، سترى، لن أسمح بهذا. خذي وقتك يا سوزي. وإذا كنت مكانك سأسرع. المعذرة علي الذهاب. لا يمكنك المغادرة بسهولة، ماذا فعلت؟ وضع للجميع. كم هذا زلق؟ سوف أتذكرك، جريمة أخرى وكلاكما في السجن. كم كان موقفاً غير مريح. أنا بحاجة إلى الكثير من الطلاء الأزرق، هذا جيد. ساعدوني، أنا أشعر بالسوء. ما الأمر؟ لقد أصبت، أنا بحاجة إلى طبيب بشكل عاجل. أرجوك أسرع، يبدو أنه معدي. لا أريد أن أصاب منها، من الأفضل أن أرمي هذه النظارات بعيداً. إنها على حق، علي الاتصال بالطبيب. ساعدونا، هناك عدوى رهيبة في السجن. هل اتصلت بالطبيب؟ أنقذني يا دكتور. أنا بحاجة للذهاب إلى مصدر العدوى. من الصعب علي التنفس، ساعدوني. الطبيب موجود بالفعل هنا، لا تقلقي. واو، تويكس، أنا أحب هذا الدواء. هناك مجموعة من الشوكولاتة هنا، يبدو أنني محظوظة. لوسي، ألم تتعرفي علي مرة أخرى أنه أنا زاك؟ أتساءل ماذا يوجد هنا؟ أنا أخشى الحقا. لا أشعر بشعور سيء. لوسي، هذا عصير، لا تقلقي، افتحي فمك على نطاق واسع. البرتقال هو المفضل لدي، شكرا، أنا أريد أكثر. حان وقت الانتقال إلى العقاقير الأكثر خطورة. أنا أيضاً لا أمانع قليلاً من العلاج الطبي. هذا أفضل دواء في العالم. أنت محقة يا لوسي. حسناً، ماذا هناك؟ آمل ألا تكون العدوى قاتلة. هل تأكلون الحلويات؟ يا لها من فوضى.
زاك، أعطني قدمة. حسناً، أنت مرة أخرى. هذه المرة أمسك توك. استسلم. لا يمكنك الإمساك بي بيديك. خذي هذا. مرة أخرى خداعاتك. إلى متى؟ أراك يا لوسي. أصبت بالدوار. أين هو؟ قف، أنا في الطريق. أخطأت في الاتجاه. إلى ماذا تنظرين يا فتاة؟ هل تعتقدين أنك ستفلتين من العقاب؟ حسناً، أريني ماذا لديك. نعم، حلويات. عرفت ذلك، أنا أصادر كل شيء. أتركي قطعة شوكولاتة واحدة على الأقل، أرجوك. التمرين هو مفتاح الصحة الجيدة. طعام طعام. قف، أرني أولاً ماذا لديك. لا شيء، فقط المعكرونة. هنا أنظري. لا يزالوا ساخنين. تبدو فاتحة للشهية. أعطني حصة. بالطبع كما تريدين. آمل أن يكون هذا الطبق كافياً. من الأفضل أن أخذ كل ما أحتاجه على الفور. أعطني الملقط وإلا كيف سأكل بدونه؟ يمكنك الذهاب الآن. أوكي. صحة وعافية. شكراً لك. أنا جائعة جداً اليوم. كم هو لذيذ. أين زاك؟ أين الحلويات؟ أشعر بالسوء بالفعل. غداء غداء، اقتربي هنا من القضبان. يبدو أنها لم تتعرف علي مرة أخرى. لوسي، هذا أنا. كنت أنتظرك يا زاك. هل أحضرت لي المعكرونة؟ لا أريد أكلها. كلا، هذا من أجل تشتيت انتباههم. لدي أفضل شيء لك. انظري إلى هذا البرج من البرجر. أتحبيه؟ إنه رائع زاك، أنا أعشقك. هذا أفضل شيء تلقيته على الإطلاق. لا أستطيع التوقف، إنه إلهي. حسناً، أخيراً انتهيت. أنا بحاجة إلى الراحة. يا لها من رائحة، تذكرني كثيراً بالبرجر. أتساءل من أين أتت؟ سأكتشف ذلك، لا يمكنني النهوض. حسناً، سأذهب على الكرسي. زاك، كنت لأموت جوعاً بدونك. عرفت أنه أنت مرة أخرى. أعطني البرجر. ليس هذا، من فضلك لا تأخذيه. لا تحاولي أن أشفق عليك. برجري، إلى أين تأخذيه؟ الحياة ليست عادلة. سنيكرز، أنا أحبه، من الجيد أن أتناوله. لكن سجناؤنا لا يفعلون ذلك. أريد قطعة شوكولاتة. القضبان مكسورة. لا يمكن، هذا يعني أنه بإمكاني الخروج. هذا هو الحظ السعيد. ليس هذا. لا تنظري إلى السنيكرز بهذه الطريقة. لن أعطيها لك على أي حال. سوف نرى، سأفعل كل شيء للحصول عليها. سوف أكلها قبل أن تفعلي. دعيني وشأني أو سأطلب المساعدة. ساعدوني، خرجت السجينة من الزنزانة. لا يمكنك الإمساك بي. أسرع، إنها تهرب. هذا كل شيء. الآن بالتأكيد لا يمكنك الخروج من هنا. أوكي. شكراً لك. انظري إلي، أنا أراقبك. لقد ذهبت. لوسي، مرحباً. كم أنا سعيدة برؤيتك يا زاك. ما أخبارك؟ ما هي المفاجأة اليوم؟ أنا أيضاً مهتمة جداً. بماذا لديك؟ قررت أن أراقب السجينة أكثر من ذلك بقليل. شكراً، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لتغادر. وداعاً يا صديقي. أجلسي بهدوء حتى لا أسمعك. أخيراً ذهبت. دعونا نرى ماذا لدينا هنا. واو، دب سكري، كم هو حلو. آمل ألا يكون وحيداً هنا. أنا بحاجة إلى التحقق من القفل بشكل أفضل. هناك مجموعة كاملة من مربى البرتقال. سأجمع كل شيء بيدي. كل الدببة ذات ألوان مختلفة رائعة. زاك يعرف ما أحبه. كم أحبه فعلاً، كم هو لذيذ. ربما يوجد شيء آخر. لابد لي من التحقق على وجه السرعة. أمسكتك. كنت أعلم أنه صديقك. أعيدي مربى البرتقال. أي مربى برتقال؟ أنا لا أفهم عما تتحدثين. أنت تكذبين. لا مطلقاً. أفضل شيء أن أكل الحلويات التي صدرتها بينما لا أحد يراني. ماذا يحدث؟
من تجرأ على رشي؟ الطاقم الصحي، هذه منطقة عالية الخطورة، ابتعدوا. أوه، أنا أفهمك، سأخذ أشيائي شكراً لإعلامي. لم يكن من الصعب خداعها. أين زاك؟ أوه، اشتقت لك كثيراً، هل أنت هنا؟ هاي؟ تعالي يا حبيبتي، أنت حرة. كنت أعلم أنك ستخرجني من هنا. انظري ماذا أحضرت، هناك الكثير من الحلويات كما تحبين. أنت الأفضل، من أين نبدأ؟ ربما بتويكس، أنا أحبه كثيراً، طعم الشوكولاتة والحرية، أيهما أفضل؟ انتهى الأمر، حان وقت الخروج. خذوا وقتكم يا رفاق، كنت أعلم أنك قمت بإعداد كل شيء. هذا لك، لا يمكنك الابتعاد الآن. أغلق الخرطوم، لا أرى أي شيء. أنا خائفة يا زاك. الآن أنتم في القفص، حسناً اجلسوا الآن معاً. أنا متأكدة من أنكم لن تشعروا بالملل، كنت أرغب في لم الشمل، سأخذ هذه العباءة لنفسي. لا تتركينا. وداعاً. نحن عالقون في هذه الزنزانة إلى الأبد. أوه، لقد نسيت الخوذة، انظري ماذا هناك. تويكس المفضل لدي، مذهل، نحن بحاجة لأكلي على وجه السرعة. هيا زاك. إلهي، يا لها من أخبار مثيرة اليوم. هاي، أعطني الجريدة. صوت الموسيقى العالٍ، هيا نرقص. ضع المكنسة الكهربائية بعيداً، لقد أسقط كل شيء. قف، لا تحضر هذا الشيء علي. أو لا، لقد امتصت خدي، مؤلم. يجب القيام بشيء ما. لا، ليس القبعة. أنا أحب الرقص. أخرج من هنا الآن. أتوسل إليك، أتركني وشأني. عرفت أنك عديم الفائدة، لا يمكنك سماعي. آمل أن أتمكن من الذهاب قبل أن تمتصني هذه المكنسة الكهربائية. لقد نجحت خطتي وغادرت، الآن يمكنني الدخول بحرية إلى الزنزانة. أشعر بالضيق بدون حلويات. مرحباً، كيف الحال؟ لماذا أحدث مكنسة كهربائية يا زاك؟ هذه ليست مجرد مكنسة، لدي مفاجأة، فشار. مذهل، يا لها من فكرة رائعة، أنا جاهزة لأكله كله. لا تتوقف يا زاك، هذا الشهي. كنت أعلم أنك ستحبيه، استمتعي إما. أمسكتك. بدا لي هذا العمل على الفور غريبا جدا بالنسبة لي. آسف، لدي عمل عاجل. واو، الباب مفتوح، لا تذهب يا زاك من فضلك. حان الوقت لوضع الخطة الثانية موضع التنفيذ، بالتأكيد ستعمل. أحتاج أولاً إلى فحص الأنبوب بعناية. نعم عظيم، يمكنني سحبه من هنا. رائع، الآن يمكنني صب أي شيء، على سبيل المثال كولا. أما ستكون سعيدة. إذا كنت في مكانها سأكون سعيداً أيضاً. حسناً، لقد فهمتم الأمر، أليس كذلك؟ أنا عبقري حقيقي. لدي فقط أغلفة الشوكولاتة وذكريات حلوة. ماذا يحدث هنا؟ شيء ما يغلي في المرحاض. كم هذا غريب، ربما معطل. واو، يبدو أنه على وشك الانفجار، ربما المجاري مسدودة. على الرغم هذا لا يشبه قذارة، رائحته لطيفة للغاية. صحيح أنها كولا، يجب أن يكون زاك قد وضعها هنا بطريقة ما. لذيذ، لا أحتاج إلى قشة، سأشربها هكذا. ماذا تفعل؟ كيف لها أن تشرب هذا السائل من المرحاض؟ سوف أتقي الآن. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. من الواضح أن هناك شيء خاطئ مع الفتاة، لقد أصيبت بجنون. قفي، قفي عن الشرب. لا، دعيني، أنا أحبه. يا له من تجشع غريب، يبدو مثل فقاعات الصودا، أنا بحاجة للتحقق. رائحته طيبة، أتساءل كيف مذاقه؟ فهمت، إنها كوكا كولا. أولا، لقد فهمت. حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى، يمكنك أن تقولي وداعا للكولا. الآن سأتخلص منها. ماذا يحدث؟ هل انفجر الأنبوب؟ ساعدوني، أنا بحاجة ماسة إلى سباك. حسنا، لقد دمرت كل شيء، الكولا انتهت تقريبا.
هذه القضبان مصنوعة بالفعل من الكراميل. كيف لم ألاحظ هذا من قبل؟ واو لذيذ. أنا جاهزة لأكلهم الآن لأنني لم أجرب أي شيء حلو منذ فترة طويلة. ماذا يحدث هنا؟ لماذا تأكل القضبان؟ هاي عودي إلى رشدك الآن. قلت استيقظي. أولا يبدو أنني حلمت بكل شيء. حرروني، أنا بحاجة ماسة إلى الحلويات. حسنا لقد كسرت القضبان، هل أنت راضية؟ آسفة حدث ذلك بالصدفة، أنا أشعر بتوتر فقط. إنها كجديدة الآن تقريبا. حسنا انتظري، لن تفلتي من العقاب. أعذريني، هل لي بدقيقة؟ أنا عامل وجئت لتصليح كل شيء هنا. حسنا هيا أصلح القضبان التي كسرتها هذه الفتاة. رائع، لقد غادرت دون أدنى فكرة. انظري ماذا لدي أما. مربى البرتقال المفضل لديك. رائع، كم يوجد؟ شكرا جزيلا زاك. هذا أنت مرة أخرى؟ كيف لم أتعرف عليك على الفور؟ أوبس، كشفتني. لابد أنك أحدثت شيئا حلوا إلى صديقتك مرة أخرى. اسمحوا لي أن ألقي نظرة. أأمل ألا تعرف. لنأمل الأفضل. الآن علي أن أذهب، حظا سعيدا. القضبان تبدو جيدة، أحسنت. غريب، أين ذهب؟ كم أنا محظوظة، لم تعرف شيء. الآن يمكنني الاستمتاع بمربى البرتقال. ذاك عبقري حقيقي، لقد جاء بفكرة رائعة. لم أستطع حتى أن أحلم بمثل هذا الشيء. أريد المزيد من مربى البرتقال. أوبس، يبدو أنها اكتشفت ذلك. كنت أعرف أن هناك خطأ ما. حسناً أعطني إياه. اتركيه، لن أتخلى عن مربى البرتقال. ماذا فعلت؟ القضبان مكسوراً مرة أخرى. إذن الطريق مفتوح. لن أدعك تخرجي. قفي، أحتاج إلى الحرية. ليس الآن، ابتعدي. أحب اللعب بصور المجرمين. من هذا؟ أصمت أصمت صغيري، لا تبكي. من أنت وماذا تفعل هنا؟ لديك طفل، كم هذا لطيف. لا تقتربي منه من فضلك. ما هذا؟ لا يشبه الطفل على الإطلاق. هنا، ألقي نظرة على الصورة. لقد أتيت إلى زوجتي وهذا حقا طفلنا. يا لها من عائلة غريبة. لا يمكن المجادلة مع ذلك. حسناً فليكن، تفضل. هذه الصور تجعلني أشعر بالسوء. هل اشتقت إلي يا إما؟ ها أنا ذا. زاك مرحباً، من أين لك هذا الطفل؟ هذا ليس الطفل يا سخيفة، ألقي نظرة أفضل. حسناً، على الرغم كل شيء يبدو غريباً. يا لها من رائحة لذيذة، أشعر أن هناك شيئاً حلواً هنا. نعم، إنها كعكة، رائع زاك. أنا بحاجة ماسة لتجربتها. واو لذيذ جدا. تبدون لطيفين جدا معا، أنت والكعكة. سوف أتحقق من أحوالهم. يا له من كابوس، ماذا تفعل؟ أشعر بشعور سيء. لدي دموع الفرح عندما أنظر إلى كل هذا. أنا بحاجة ماسة إلى معرفة ما يعنيه كل هذا. الآن سوف أتعامل معكم. أوه، أما تم القبض علينا مرة أخرى. زاك اهرب. خذوا هذه العربة بعيداً عني. فهمت، لا يمكنكم الابتعاد. زاك المسكين. كم أريد كعكة، أرغب في إطفاء شمع احتفالي عليها ثم تناولها. قفوا، ماذا أفعل؟ هذا فقط جدار. يبدو أن شيئا ما يحدث في الطابق العلوي. هذا صحيح يا إما، أحضرت لك بعض الأشياء الجيدة. احذر، كاد أن يقع علي مباشرة. أمسكي إما، هذا لك. مذهل، وجبتي المفضلة. أحضرت كل ما تريدين. أحبك يا زاك، أنت تعرف كيف ترضيني. الكثير من الأشياء اللذيذة، أحبها. لنبدأ بالشوكولاتة. أنا سعيد لأنك راضية. حسناً علي الذهاب، أنا بحاجة إلى الخروج قبل أن يتم القبض علي. حان الوقت لشرب الشاي والاسترخاء. ماذا يحدث؟ زلزال.
يبدو أنني هبطت بشكل سيء للغاية. أعتقد أنك هبطت بشكل رائع. زاك، تعال إلى هنا، لدي شيء لك. انظر، لقد أخفيت الحلويات التي أحضرتها. روعة إما، أنت عظيمة. هذا لذيذ. إذا كنتم ترغبون، يمكنكم حمل الحلويات في أي مكان، وقد أثبت ذلك أبطال تحدينا. نأمل ألا تحتاجوا أبداً إلى هؤلاء، لكن ضعوها في اعتباركم. وداعاً.